بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا النبي رسول الله نبي الهدى، صلاة نفوز بها في غدا ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررا سرمدا، عدد الحصى والسرى والرمال وموج البحار وقطر الندى، وعدد شعر وريش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى، وعدد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدة، وعدد الحروف الكتاب الذي أتانا وكنا به نهتدى، وعدد الصلاة وفضل السلام ونور الصباح إذا ما بدا، وبارك عليه بتعداد ما ذكرنا من العد يتجددا، وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى. أهلا بكل متابعين قناة سوق بلدنا المحترمين داخل مصر وخارج مصر، تحية طيبة لكم. وبعد العرض المقدم من ملك المفاجآت المعلم حماد ابو الحاج. السلام عليكم يا عم حماد. حبيبي يا ابو عمر، عامل ايه يا محترم؟ احلى مسا عليك يا ريس وعلى كل مشاهدينا وكل محبينا وكل متابعينا على اليوتيوب على سوق بلدنا. على دماغي يا عم حماد، الناس كلها على دماغي من فوق يا ريس. احلى مسا عليك يا محترم. الله يبارك لك يا سعاده البشمهندس. النهارده محضرنا ان شاء الله، محضر لك 5 تفاحات امريكاني. صوني يا عم حماد على دماغك كده، امريكاني من العيار التقيل يا ابو عمر. 5 تفاحات بما يرضي الريح بتاع العجله والسلاله والصنف بتاع العجل. والاعمار، الاعمار هنا عندي بما يرضي رب العالمين. اقول على الاعمار ماشي، الاعمار الكبيره دي العجله الكبيره دي عمرها 10 شهور والاثنين التانيين دول اعمار 8 شهور. تمام ماشي، 8 شهور. البراون، البيور، مش هقول لك اصلي، نسبه بيور عاليه يا ابو عمر. نسبه البيور هنا عندي 95% بتتكلم يا عم ابو عمر. وهنا عجله اللهم صل على سيدنا النبي، البراون اللي على ابوها الحر ماشي. الاعمار انا عندي 7 شهور يا ابو عمر، والجوز دولت ماشي الاعمار بتاعتهم 6 شهور يا ريس. اعمار 6 شهور. تمام. اما الاثنين الكبار شويه دولت يا ابو عمر اعمار 8 شهور، والكبيره فيهم ديت عمرها 10 شهور يا ريس. والخمسه دولت يا ابو عمر اقول لك على حاجه صغيره. قول يا ريس. هقول للمشاهد بتاعي والمحب بتاعي، يا المشاهد بتاعي والمحب بتاعي، اقول له كلمه واحده. الخمسه دولت انا ما كنتش اعرضهم، فضل كله يرجع للراجل اللي بيصور ده بتاع الكاميرا معلم ابو عمر. ليه يا محمد؟ انا كنت ببيع فيهم، قال لي دولت لازم نفرجهم للجمهور. لازم يا باشا المشاهد يتمتع معانا بالحلقه، فانا برضو افرجهم للجمهور واعرضهم، ومع اول تليفون بفضل الله بينباعوا. مع اول تليفون من مجرد من عرضهم بينباعوا يا ابو عمر. توكل على الله يا معلم. 5 سلالات تفاح هم بسم الله ما شاء الله. الخمسه معانا هنا يا جماعه، البراون اللي على ابوه معانا، واحده سمنتال. شوفوا التشكيله بقى يا جماعه والحلوانه، شوف التشكيله معانا، واحده هنا براون بنت سمنتال على ابوه. رقم 2 معانا عجله اللي امها سمنتال برضو وهي سمنتال. رقم 3 براون بنت سمنتال. رقم 4 معانا عجله مونبوليار على ابوه حر. رقم 6 معانا عجله براون قرعه، ومش هقول لك بيور، هقول لك نسبه البيور فيها عاليه. المشاهد والمتابع هو اللي يحكم علينا، وهنشوف سعر الخمسه كام مع عم حماد ابو الحاج. ودي يا جماعه المفاجاه بتاعتكم النهارده. بس قبل ما نقول السعر وقبل اي حاجه، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، اشتراك في القناه وفعل الجرس معانا، اهم حاجه يا جماعه تفعيل الجرس واللايك. احنا عايزين لايكات النهارده، وعايزين الصلاه على سيدنا النبي، اهم حاجه الصلاه على حضره النبي واللايكات، علشان نقدم لكم احلى عروض من ملك المفاجآت المعلم حماد ابو الحاج المنوفيه. والله ما بحب اعرض الا التفاح الامريكاني. بسم الله ما شاء الله. بكام يا محمد الخمسه كام؟ الصلاه على سيدنا النبي. الخمسه عجله عجله ولا تبيع على بعض ان شاء الله؟ خمسه دولت يا ابو عمر. دولت اسمهم عرض المانجا، عرض المانجا، تفاح 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 امريكاني. اللي عندك دي يا ابو عمر براون، مش ابيض في اسمر، براون الوش ابيض هنا، نسبه بيور عاليه. دي قرعه يا جماعه، الثانيه دي قرعه، الثانيه دي قرعه. فرجنا عشان الشلش بتاعك يا عم احمد، الشلش بتاع العجله حضر عم بابا. تعالى تعالى يا حلو انت، تعالى. الشلش بتاع عامله زي العجله وعشر سبعه. 5 تفاحات يا جماعه، اصغر ما فيهم اهيت، ويا بخت اللي هياخدهم تفاح يا عم بابا. يعني ان شاء الله رزق اللي هياخدهم باذن الله حاجه بمرض الله حلوه. بس تعالى استنى استنى، الصلاه على سيدنا النبي. شايفين يا جماعه 4 حلبات سمر من تحت اهم، ما فيش غلطه، 4 سمر يا عم. الشعره دي يا ابو عمر مش سمره، دي شعره براون. الشعره دي مش سمره، دي شعره براون، حاجه حلوه بما يرضي رب العالمين.
بيمة من قلب مزرعتنا دي أبو عمر ثمنها 21,500. تمام. بيمة من دي أبو عمر ثمنها من قلب مزرعتنا ب 21,500. بكام عم حال خمسة قبل الصلاة؟ أما أنا بفضل الله فجر الأسعار النهاردة عندي. فجر يا باشا، توكل على الله. بفضل رب العالمين، خمس سلالات ذهب درجة أولى. توكل على الله يا باشا. ذهب بالجرام يا أبو عمر. عارف يا معلم. المشاهد المعلم هو اللي يحق البضاعة. وهو اللي يحق الفرز الأول. الذهب بالجرام يا ريس. فتحة شلش بسم الله ما شاء الله. مال طيبة. مال رب العالمين. مال طيبة. بسرعة سيدنا النبي، شايفين يا جماعة؟ طالب أي كمية متاحة عندي كمان يا بابا. أي كمية من دول متاحة عندي. بكام السعر يا عم حمام؟ عشار نفس السلالات برضو متاحة عندي. بكام السعر يا ريس؟ سعر الخمسة دولت إن شاء الله يا أبو عمر هيبقى مفاجأة بما يرضي رب العالمين. توكل على الله. والسعر عندي برضو بما يرضي الله. توكل على الله. تمن الخمسة دولت يا عم أبو عمر بقدمهم ب 63,500. بكام يا باشا؟ 63,500. يعني عجلتهم بكام؟ يعني عجلتهم عندك يا أبو عمر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يعني 12,600. ب 12,600 وفكة. 12,650. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني المانجا دي ب 12,600، والبترول الكبيرة دي أما 17,500 من قلب مكانها ب 12,600. ده أهم حاجة، اللهم صل على سيدنا النبي يا أبو عمر. سمعونا الصلاة على سيدنا النبي يا جماعة، واللي ما عملش لايك يعمل لايك. عرض الدهب الأحمر يا أبو عمر. اللي ما عملش لايك لحد دلوقتي يا جماعة اعمل لايك. المكان إن شاء الله المنوفية، وإحنا قرية عرب أبو ذكري. تفاح. مع المعلم حماد أبو الحاج المنوفية. أي كمية يا أبو عمر متاح عندي بفضل الله. يوجد لدينا جميع الكميات يا جماعة 12,650 سعر الواحدة فيهم. صلى على سيدنا. انتظرونا في اقوى عروض المفاجآت، ملك المفاجآت المعلم حماد ابو الحاج. اترك انت رقم عم محمد عايز منك. رقم التليفون يا ريس 010 980 4 4 9 9 8. هتقول اي حاجه للمشاهدين عم محمد؟ المشاهد كله على دماغي من فوق، الناس اللي بتعلق لنا التعليق الحلوه بتوصلني، الناس المحترمه اللي على القناه المحترمه، والناس كلها على دماغي من فوق. واي حد طالب اي كميه يا جماعه متاحه عندي. تمام. كبير صغير عشار نفس السلالات برضو متاحه. ربنا يزيدك عم حسن. لا ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين خمس دبابات من المال الطيب يا جماعه ب 63,500. انتظرونا في اقوى عروض المفاجآت معلم حماد ابو الحاج. ولا تنسى اللايك معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.